ختام النشرة بفن الكاريكاتير، المهرجان الدولي للكاريكاتير بإفريقيا في نسخته الرابعة يناقش التأثير البين لفيروس كورونا على العالم. دورة استعرضت أعمال أكثر من 400 فنان ينتمون إلى 72 دولة، عبروا بمنظورهم الخاص عن صورة العالم في زمن الجائحة. من أكادير، ريبورتاج محمد بكر ورشيد لطفي. هو فن مفرد بصيغة الجمع تتداخل فيه العديد من الفنون الأخرى، لعله اللغة الأرقى والأجدر للتعبير عن ما يختلج دواخل الإنسان. جائحة كورونا كانت حاضرة هذه السنة في المهرجان الدولي للكاريكاتير بإفريقيا. دورة هذه السنة تعرف مشاركة واسعة لأزيد من 400 فنانة ينتمون إلى 72 دولة، سيقومون بإثراء هذه النسخة عبر المشاركة في مسابقة المهرجان بحوالي 1100 عمل فني. إفريقيا هي الهدف ديالنا، ان نناقش، ان نحلوا، نوجدوا لها حلول للمشاكل والمواضيع ديالها ان شاء الله. احنا عندنا كذلك جائزة الطفل هذه السنه، ربحوا 3 الاطفال المغاربه. شاركت بزاف المرات في هذه المسابقه، ولكن الحمد لله فزت بالمرتبه الاولى في هذه السنه. ولان المناسبه شرطه، فالمهرجان شكل فرصه للمنظمين لتكريم احد قيدومي فن الكاريكاتير بالمغرب، وهو تتويج المجهودات لسنوات، والحمد لله. بالنسبة للكاريكاتير فتنظن أن صورة واحدة يمكن تغنيك على واحد العدد ديال الصفحات. المهرجان من تنظيم الجمعية المغربية للكاريكاتير وجمعية وازا، وهو فرصة تجمع بين إمتاع النظر وإغناء الفكرة. وخير ما ننهي به مسائية اليوم